بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة واسعة. الغريب في هذا العصر أن بعض الشعوب أو الأكثرية منها تبحث عن مستقبلها ما دامت حية وتلغي أي اهتمام بمصيرها بعد هذه الحياة الدنيا. غريب الأمر، يعني إبليس قلب وعي المجموعات البشرية. يعني اليوم يتفنوا كيفاش نعملوا لوجيسيال فلاني، كيفاش نعملوا الاستبداد الفلاني، كيفاش نعملوا كذا باش نقربوا من الرأي العامة باش نززيهم فيما يشتهي أنفسهم ولا يتمنى الشعب أن يكون على نظام كذا، نظام برلماني ولا رئاسي ولا يعني هذا كله يهم الدنيا. وين الآخرة في وعيكم؟ أنتم مقاصرين تماما حتى باش يكون عندكم وعي في موضوع الآخرة. يا ناس راكم في خطر عظيم، يعني الشيطان ضللكم، أعطاكم تركيز من مفرط، تركيز مدخل بما هي الحاجات القريبة منكم، حاجات مادية، حاجات علائقية، حاجات عاطفية، حاجات جنسية، حاجات مالية، حاجات سلطانية، ومجرويكم. هذا لا يعني ولو واحد في المليار ما يلزمكم تعتنيوا به. وين ما عندكم شيء من هذا، اذا انتم عارضين غضب الله في الدنيا وانتم تعانيوا البعض منه، وهذا بلطف الله تعانيوا ما غير ما تعانيوا، لانه هذا كله ربي بعضكم اوميكرون شديد الانتشار ولكن قليل الاضرار. ولكن لو تعرف شو مخبي لك ربي من غير ما يظلمك في اخر عمرك، ولو كنت رئيس ولا ملك وغررت الموت، سكرت الموت ودخولك للقبر ان كان مكتوب لك قبر وخروجك منه، ويأتيك كتابك ربي سبحانه وتعالى اغلبكم شمالي ومن وراء ظهري، يعني كل شيء والعياذ بالله غير جميل، غير مفرح، غير مبرج، غير هكا يطمن النفس، لانه الاخر هيا قال خذوا كتاب اقراوه، خاطر انا عرفت روحي كيفاش فكرت وسلكت المسلك اللي قال لي عليه ربي. انا مطمئن كتابي ما لا يزيد ولا ينقص. انتم تقولوا مالي هذا الكتيب كتاب لا يقبل على شيء لا كبير ولا صغير، على المؤمنين لا، قولوا كتابنا تحبوا تقراوا الوسائل يعني كما شكراه وحن نسعوه لنتلذذ، بل احنا وفقنا بالدنيا ان نقرا حساب الاخره، لان الدنيا هي مطية للاخره. هذا ما تظنون شيء، خاصه التوانسه النوع هذايا اللي يحب يفتك بالمؤمنين ويحب انقراضهم ويحب يلصق بهم توام، راهو جاء في القران وقت يتلصقوا بنا التوام ليس لنا علاقه بها، بل ويل لكم لان الله مطلع على سرائركم وعلى مؤامراتكم، وستدفعون الثمن ان لم تسرعوا في الرجوع الى الله حتى وقت يفرح برجوعكم ويبدل سيئاتكم. ما ادراك السيئات التي تقتربون بالليل والنهار بالعلن وبالسر بالله العظيم، اذا كما كديتوش الفرصه باش كل الوصف تاعكم تولي فرص، ما لا سيئاتكم تتحاسبوا عليها ولو جزء منها يكفي باش تدخلكم الجنة. ولهذا ورد بالكم مانيش نلعبوا معكم، احنا القرآن رانا مجرد مبلغين وبكل أمان وبعلم ودم أخلاق وحرص على أن نوقظكم من غفلتكم التي ما هي من عمل الشياطين الإنس والجن. والسلام على أهل الإسلام.